السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حصة جديدة وفيديو جديدة. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا وتتمة ديال الدروس او ديال الصفحات اللي وصلنا في النشاط العلمي، ودائما في الكتاب ديال المرشد في النشاط العلمي الخاص بالسنة الرابعة من التعليم الابتدائي. وصلنا صفحة 61 و62 من هذا الكتاب، وهنا عندنا الدرس ديال الآلات البسيطة اللي هو داخل في داك الدرس ديال القوى. من بعد القوى، اذا مستعدين نبداو على بركة الله، يلا. اذا دائما في منهج التقصي كما تنديرو دائما بالنسبه للناس اللي متبعين معايا، خلاص اللي ما متبعينش اليوم غيتبعوا غادي يعرفوا. اذا في منهج التقصي دائما تيكون عندنا مراحل. اول مرحله تكون عندنا واحد الوضعيه تنبداو بها، مثلا بحال هنا عندي هذه الوضعيه، هذه غادي نقراوها. من بعد غادي منها غادي ندير اتساءل، ومن بعد اتساءل افترض، ومن بعد افترض اتحقق. اذا نقراو الوضعيه. بعد عودتهما من العمل في المساء، كان العم أحمد متعبا بينما كان العم مسعود مرتاحا. هذا هو العم مسعود ينقل البرميل، والصورة الثانية فيها العم أحمد يجر جذع الشجر. إذا شوفوا هاد العمين بزوج، هذا عمي مسعود هو خدام ترونكيل ينقل هذا البرميل، يعني هو كان غادي يهزو من هنايا لهنا. وخا نقولوا أن هاد البرميل راه ثقيل وعامر، ولكن قالت لنا هنا في الوضعيه انه هنا العم مسعود رجع مرتاح للعمل، ما كانش فيه داك التعب الشديد بالمقارنه مع العم احمد الذي يجر الجدار. هنا بطبيعه الحال اتساءل اللي غادي تطيح لينا في بالنا شنو هي، لماذا العم احمد عاد متعبا بينما العم مسعود عاد مرتاح، رغم انهما يعني يقومان معا بعمل فيه يتطلب جهد، يعني بزوج بهم راه تيديروا واحد الخدمه اللي كتخصها الجهد. علاش هذا بقى مرتاح وهذا حس بالتعب؟ هذا سؤال، هذا اول سؤال يطيح لينا في البال. ودائما كما تنقول لكم ماشي بالضروره هذا السؤال اللي سنحط انا راه هو اللي خصو يكون، لا، غير المعنى هو هذا، هذا الشيء اللي غادي يطيح لك في بالك الا قرينا هذه الوضعيه. اذا لماذا العم احمد عاد متعبا عكس العم مسعود المرتاح، رغم ان عملهما معا متعب ويتطلب مجهودا كبيرا. هذه هي اتساءل. الجو الافتراضي، بالنسبه للفرضيات كما تنقول لكم وتنعاودها كل مره، راه الفرضيات ماشي كنقلب على الجواب ديال اتساءل يكون صحيح، لا، تنقلب على فرضيات تقدر تكون صحيحه تقدر تكون غلطه، هادشي اللي غادي نعرف انا في الاخر تاع الحصه. اذا بين فرضيات مثلا، ربما لان العم مسعود اقوى من العم احمد، مثلا، حيت هذه فرضيه ممكن تقال، يعني هذا قوي وهذا الله يحسن العون ضعيف. او لربما لان البرميل اخف من جذع الشجره، حتى هذا راه فرضيه مقبوله، ربما ان هذا البرميل خفيف وهذا ثقيل، جذع ثقيل. مثلا ربما لأن العم مسعود استعمل السطح لكي يساعده على العمل الشاق، ربما هنا لأنه العم مسعود استعمل هذا السطح هذا المائل باش يدفع فيه هذا البرميل هذا باش ما يجيش ثقيل كما راه العم أحمد اللي تيجر يعني بكل جهد، بين في أنه تيجرو بالجهد ديالو، ما فكرش يمكن في شي طريقة اللي تعاونه. دونك هذا هو اللي غادي نخليوه هنا اتساءل وافترض. دابا نجيو لاتحقق. بالنسبه لاتحقق في الكتاب ديالنا عطاونا واحد المجموعه ديال الوثائق اللي غادي نقراو، حيت اتحقق هنا معناه لا تجارب لا حاجه، وانما غادي نقراو وثائق. اذا الوثيقه الاولى، استعمل الانسان منذ القديم او منذ القدم عده الات ساعدته في انجاز اعماله بكل سهوله ويسر، فقد استخدم الرافع لجلب المياه من النهر، واستعمل المستوى الماء في تحميل وتفريغ السفن وفي نقل الصخور الضخمة، واستخدم العجلة لنقل الحمولات الثقيلة لتسهيل عمله، وعرف أيضا البكرة واستخدمها في جذب الماء من البئر وفي رفع الحمولات ونقلها. إذن هذا بالنسبة لوثيقة واحد، هضرت لنا فيها على جمعت لنا مجموعة من الآلات البسيطة. إذا أقرأ النص وأحدد الآلات التي استخدمها الإنسان قديما. إذا انطلاقا من هذا النص هذا، شكون هما الآلات اللي مذكورين؟ مذكورة هنا الرافعة، المستوى المائل، العجلة، ثم البكرة. هادو هما الآلات اللي تذكروا في هذه الوثيقة. هذه الوثيقة الثانية، أنواع الآلات البسيطة. إذا المستوى المائل، هاد الوثائق هادو تشرحوا لينا هاد الآلات هادو. بطبيعة الحال انا نقراو هاد الوثائق هادو، وكما تندير ديما تنحاول انني تندير لكم خططات اولا تنزيد نبسط لكم هادشي تيكون هنا.
إذا حنا غادي نقراو دابا الوثيقة. إذا المستوى المائل هو آلة بسيطة تسهل حركة الأجسام من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل، ونستخدمها في حياتنا اليومية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الصعود والنزول ورفع الأجسام الثقيلة إلى السيارات والشاحنات وفي بناء المنازل ورفع المواد إلى الطوابق العليا. إذن هذا هو المستوى المائل. يعتبر أو لا تعتبر الرافعة من الآلات البسيطة التي تغير اتجاه أو شدة القوة التي تبذلها لرفع أو لتحريك شيء ما، وتتكون من ساق تدور حول نقطة ثابتة تعرف بنقطة الارتكاز. إذا بلا ما نزيد نضيع عليكم الوقت هنا في هذه القراءة ديال الوثائق، أنا حاولت ما أمكن أنني كل واحدة نهضر لكم عليها ببساطة أكثر. هنا السؤال ديال كيف أحدد كيف تجعل آلات حركة الأجسام سهلة، هاد الأجوبة ديالهم كلهم كاينين في هادشي اللي جاي في الفيديو. إذا انطلاقا من وثيقة واحد، السؤال هنايا ما هي الآلات التي استخدمها الإنسان قديما؟ إذا الآلات البسيطة اللي مذكورة كاين المستوى المائل، الرافعة، البكرة، ثم العجلة. إذا هادو هما الآلات البسيطة اللي كاينين في هذيك الوثيقة وهما اللي مهمين بالنسبة لنا الآن. غادي نجيو نشرحوا كل وحده بوحديها. ده المستوى المائي يستعمل لتحريك الاشياء الثقيله نحو الاعلى او الاسفل، مثلا رفع الاشياء الثقيله الى داخل او خارج الشاحنه. مثلا افترضوا هذه الشاحنه هنايا، بدل ما نبقاو نهزو حنا مثلا هادشي اللي ثقيل ونحطو على كتافنا وندخلوه مثلا الشاحنه او بالعكس، تلاحظوا ان دوك الخدامه اللي تيكونوا دائما تيحطوا شي حاجه مايله بحال ما هكا، الا بي يخرجها راه يحطها من هنا يدفعها غتكركب طاح الارض، ما هزها ما دار فيها مجهود ما حتى حاجه. وفي نفس الوقت عاوتاني الا بغيت يطلعها لفي غير يحطها من هنايا ويبدا يدفع فيها تكون سهله. يعني هذا المستوى المائل تيسهل او تيساعد على تحريك الاشياء الثقيله اذا بدنا نحركوها من الاعلى الى الاسفل او للعكس من الاسفل الى الاعلى. مثال اخر، هذا هو السطح او المستوى المائل. الا بينا نجيبوها من الفوق لتحت ما كاينلاش نبقاو هازينها، راه نحطوها غندفعوها دغيا غطيح لتحت، او لا الا بينا نعاود نطلعوها الفوق غير ندفعوها. الا دفعناها ماشي بحال الا هزينا، تيكون الجهد اقل. ثم ابرز مثال ديال المستوى المائل هو الدرج. مثلا احنا دابا صافي ولفنا على الدرج، هو في الحقيقه الدرج راه هو مستوى مائل، هو راه من بين الالات او الافكار البسيطه اللي سهلت علينا مجموعه ديال الاشياء. ندوزو الآلة الثانية اللي هي الرافعة. هنا الرافعة الاسم ديالها غيدينا لواحد الآلة، وهو في الحقيقة الرافعة يستعمل لرفع أو لتحريك الأشياء تتكون من ساق تدور حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز. دابا هذه هي الرافعة، نقطة الارتكاز خصها تكون هنايا، ماشي بالضرورة خصها تجي في الوسط، لا تقدر تكون في الجنب على حسب شنو بغينا نهزو. مثلا هنا كتكون هادشي اللي تيكون هنا تيكون المقاومة، باش نفهمو مزيان هاد العبايه دي، حيت هنايا تذكر لينا في النص تستعمل لرفع الماء من الآبار. ها هي واحد الصوره حطيتها لكم هنايا، هادي باش كانوا كيهزوا الماء قبل. شوفوا مزيان، راه هادي كتسمى رافعه، هادي هي نقطه الارتكاز، هذا هو داك الحبل اللي كاين السطل من هادي يهزوا منه مثلا الماء من هنا لهنا. عتيها فاش كيجروا هادي كيجروها لتحت، سهل عليهم يجروها ملي كتهبط هادي لهنا، هادي كتطلع عاوتاني مع كيطلقوا هادي كيدخل هذا السطل لتحت. هادي عملية كتسهل عليهم بزاف، ما كل شوية يهز بسطل ديال الماء، هادي راه لفي غير كيبقى واقفين هناك كيبدا يحركوا غير هادي، واخا بقى قاس كتجر في هادي كتطلع وكتنزلها، هي راه كتهز الماء وكتكبو هنايا. كان هذا هو الرسم ديالها، هو هكا. باش نرجع بكم لهادو، علاش حطيت لكم هادي؟ باش تعرفوا ان هاد الاله هادي ما حتاش سميتها، هادي ما حتاش نمشي نقول لي لقاط، يمكن سميتو لقاط والله ما عرفتش سميتو بالدارجه. المهم هذا هاد الاله هادي راه داخله في الالات البسيطه اللي هي الرافعه. علاش؟ هي نقطه الارتكاز هنايا، احنا ملي تنديرو تنسلطو واحد القوه على هنا على هاد اليدين بجوج كيخليو ان هنا يتحرك. هنا فين حنا بغينا، هنا فين بغينا، هنا اللي بغينا الجهد ديالو. مثلا تحيدو مسمار او لا ملي كنجبدو شي حاجه اللي ما يمكنش نجبدوها بيدينا، مثلا كنستعملوا هاد الالات.
إذن هذا حتى هو كيدخل في الرافعة. داكشي علاش قلت لكم أنا هذا الاسم ديال الرافعة ماشي بحال ديك، ماشي هو الآلة الرافعة اللي كتعرفوا، لا الرافعة هي هذا المبدأ ديال نقطة الارتكاز، وكنسلطوا واحد القوة من واحد الجهة باش هذه القوة اللي كنسلطوا هنايا كتعطينا واحد المفعول في الجهة المعاكسة. حاولت نحط لكم هذه الصورة، هذه هتكون أكثر وضوح. شوف مثلا لو أن هذا الرجل هذا غادي يهز هذا الصندوق هذا وثقيل، راه ما يقدرش يميله. شوف الطريقة شنو دار، داكشي علاش قلت لكم أن نقطة الارتكاز ماشي بالضرورة خصها تجي في الوسط. شوف فين حطوه، حطوه تقريبا في حدا داك الثقل اللي هو ما قدش عليه. علاش؟ حيت هنا ساهل عليه يدفعو، دابا هادي معاه يدفعها راه غتجي أسهل لو أنه يهز الصندوق كله. دونك بما أنه غادي يدفع هاد الجهة هادي ديال العود الأسفل، غادي تهز ليه الصندوق من الجهة الأخرى، يعني هيكون دارها غير بالعقل بدل ما هو يبقى مدابز مع هذا الصندوق يهزه بالجهد ديالو غيجي ثقيل. اذا هذه هي الرافعه. ندوزو للبكره، هذه كلنا تنعرفوها، هي هذه ما عطيتش هي بالدارجه عاوتاني. المهم هي آلة بسيطة تتكون من عجلة، ضروري تكون واحد العجلة وحبل يعبر من مجرى العجلة. هذه العجلة هذه خص يكون في واحد الفراغ هنا كيدوز منه واحد الحبل. مثلا رفع الاشياء الثقيله فاش كنستعملوها، هذا مثلا كندير لكم هنا فاش كنستعملوها لرفع الاشياء الثقيله اثناء عمليه البناء. اغلب الاحيان كنشوفوا هذه عند البنايه باش كيهزوا مثلا البريك من حدا الدار بحال ما هكا ولا شي حاجه ثقيله، كيديروا ديك كيديروا هذه الجراره، حنا نسموها الجراره صافي. هي راه البكره تنديروا فيها واحد تيدوز منها واحد الحبل تيسهل علينا اننا نهزوا الاشياء الثقيله. ما يمكنش نهزها واحد، ولكن واحد ممكن يجر غير الحبل بواحد المجهود اللي غيكون اقل، وغادي يقدر يهز واحد الحمولة اللي هي أثقل. هي كذلك هنايا فيها هذه واحد زوج ثلاثة، فيها ثلاثة الحبولة، يعني باش ما كان وقتها باش ما كتكون تيسهل ولا تكون مجهود أقل باش يرفع شي حاجة اللي تكون هي ثقيلة ما نقدرش نهزها بوحدي. ثم آخر آلة بسيطة اللي هي العجلة. العجلة حاجة اللي هي بسيطة وواضحة، إذا فهي آلة بسيطة تتكون من عجلة تدور حول محور تجعل التنقل أسهل، مثلا كعجلة السيارات والشاحنات. هي الرويضة بالدارجة، يعني العجلة هي الرويضة. دونك هي كنستعملوها في التنقل أغلب الأحيان بحال العربات السيارات الشاحنات البيسيكلات، يعني العجلة. اللي مهم فيها هي أن العجلة خصها واحد المحور تدور عليه، هذا هو المحور كتدور عليه، ما يمكنش تدور غير هكاك. عطيتكم امثله من غير، بما ان احنا العجلات كنعرفوهم في السيارات والشاحنات وفي وسائل التنقل، حاولت نحط لكم هذه كذلك لانه هذه داخله في العجله. علاش؟ لانه كاين هنا واحد المحور وتيدور هذا، تنظنكم عرفتوا هذا شنو هو، هذا هو المقود ديال السفينه. باش كتحرك السفينه راه كتحرك بالمبدا اولا بالاله ديال العجله، حيت كاين هنا المحور ها هو وكتدور عليه هاد العجله هذه. ثم كاين هذا عاوتاني من بين الالات اللي كنستعملوها باش نرفعوا مثلا الماء او الاحجار او شي حاجه بحال هكا، هذه عاوتاني عجله. علاش؟ لانه هو محور وتدور عليه هاد العجله هذه. نتمنى انه يكون واضح. اذا كخلاصه قلنا ان الالات البسيطه هما اربعه: السطح المائل، العجله، البكره، والرافعه. مفهوم؟ الان ندوزو اطبق واقول: جوبسيرف Puis j'écris sous l'image le type de la machine simple. La machine simple, il y a l'erreur basse. Poulie, roue, plan incliné, levier. Donc, non, je ne vois pas dans, je vois ce qu'on me dit. Donc, sur la tablette, donc, تمد يد المساعدة. إذا لاحظنا مزيان أن هاد السيدة هادي كتدفع واحد السيد اللي هو على الكرسي المتنقل. هاد الكرسي هذا باش يتحرك عنده تخبي عنده العجلة. العجلة هي لاغو، هي العجلة هي لاغو. وحاجة أخرى عاوتاني كنحتاجوها كذلك في كيستعملوها بزاف هاد ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم هاد الكرسي المتحرك ملي كيبغيو يتنقلو، كيحتاجو كذلك للسطح المائل. اش كيتسمو الولوجيات، هما الولوجيات بالعربية، هما داك السطح المائل. مثلا إلا كانوا الدروج، إلا كنشوفو مزيان مثلا قدام البنكات ولا قدام المقاطعة ولا أي مؤسسة كتكون كاينين الدروج فين كيطلعو الناس اللي تيقدرو يتمشاو، وكيكون واحد السطح مائل
هذاك السطح المائي كيتسمى الولوجيه بالعربيه، هذاك السطح المائي اللي فاش كنستعملوه باش يسهل التنقل ديال هاد العربات ديال هاد الناس هادو اللي ذوي الاحتياجات الخاصه. اذا هنا غادي نقولوا انه كيحتاج او لهنايا الاله البسيطه اللي كاينه هنايا لاغو اللي كاينه في الكرسي ديالو، وكاينه كذلك البلون انكليني اللي هو السطح المائل. البلون انكليني هو السطح المائل. نجيو لهادي، هادي باينه اشنو هادي الارجوحه. اذا الارجوحه فهي كتعتمد على الرافعه اللي هي لوفيي. علاش؟ لانه كتكون مثلا معادي تطبق مثلا هاد البنت واحد القوه ديال انك دير واحد الجهد، هي غتهبط غتطلع لفتات الاخرى من الجهه الاخرى. اذا ونقطه الارتكاز هي كاينه في الوسط. اذا هنايا مطبقين ولا الاله هنايا المعتمده هي الرافعه. هو في الحقيقه ماشي اله وهو كمبدا، المهم حنا نخليوها في الاله. المهم الاله البسيطه هنا هي لوفيي اللي هي شنو قلنا الرافعه. ندوزو للصوره الخامسه، امراتان تجلبان الماء من البئر. اذا هنايا الصوره ما واضحاش، ولكن باين هنايا كاين هنايا ديك داك الرويضه اللي فيها داك الحبل اللي سميتها البكره. اذا هنايا غنقولوا ان الاله اللي مستعمله هنا هي لا بولي. ثم الصوره السادسه اللي هي شخص يمتطي دراجه. بطبيعه الحال هنايا باين عندنا لاغو. لاغو هي العجله، ولا بولي اللي هي البكره. علاش حطيتها هنايا؟ علاش؟ حيت الى الى كتشوفوا مزيان الدراجه باش كتحرك لينا البيداله، تحرك لينا بواحد اش كتسمى هذه دي؟ هذيك السلسله، السلسله باش كتحرك لينا ديك البيداله ديال البيسيكليت. ممكن نعتبر ان حتى هي بكره حتى هي من البولي كما قلت لكم. المهم هي لاغو كاينه. بالنسبه للبكره نقدروا نديروها نقدروا ما نديروهاش، يعني في جميع الحالات الجواب راه هو صحيح. المهم هي لاغو، لاغو هو الجواب الصحيح اللي هو العجل. هذا هو اطبق واقوم. اليوم حاولت انني ندير معكم حتى التمرين يكون في استثمر مكتسباتي. في الجدول يتضمن انواع مختلفه من الالات البسيطه المستعمله في الحياه اليوميه، احدد بالنسبه لكل اله نوعها وفائدتها. اذا حاولت هنا ندير لكم الجدول باش نفهموا عليه، لانه هنايا فيه الاله نوعها وفائدتها. نوعها زعما واش داخله في العجله ولا في البكره ولا في الرافعه ولا في السطح المائل. اذا بالنسبه للمروحه فهي عجله، فائدتها التبريد، لانه المروحه اش كدير؟ كتحرك لينا الهواء، نقدروا نقولوا مثلا تحريك الهواء باش ينتج لينا واحد البروده. هنايا السلم خلاص باين، السلم نوعه فهو سطح مائل، الفائدة ديالو لأن الجدول فيه نوعها وفائدتها. فائدتها الصعود أو النزول، أو لتسهيل الصعود أو النزول. ثم هنا الرافعة، هنا راه هي سميتها الرافعة، هاد الآلة سميتها الرافعة ولكن ماشي مبدأ الرافعة. هنا شنو كاين؟ كاين جوج حوايج، كاين البكرة والرافعة بجوج. هنا الرافعة لأنه هنا كاين واحد ديما كنشوفو هنا واحد الثقل كيحطوه باش، وهذه هي نقطة الارتكاز. وهنا هنا في كاين البكرة، هنا فين كيدوز هاد هاد الحبل هذا، داكشي علاش غنديروهم بزوج. الفائده ديالها شنو هي؟ رفع وتحريك الاشياء الثقيله. طبيعه الحال هذه كترفع لينا الاشياء الثقيله او لا كتحركها لينا من مكان الى مكان اخر. ثم الكماشه، علاش حطيتها لكم قبيله؟ حطيتها لكم حيت عارفه غادي يجي التمرين هنا غتكون فيه. اذا فهذه رافعه، علاش؟ حيت عندها هنا نقطه الارتكاز، وهنا كنسلطوا القوه، لانه الرافعه كتعتمد على مبدا ديال نقطه الارتكاز، واننا كنسلطوا القوه في واحد الجهه باش يعطينا ديك القوه اللي غنسلطوا في واحد الجهه غتعطينا النتيجه ديالها في الجهه المقابله، وكتكون ديك القوه اللي غادي نديرو حنايا بالجهد العضلي ديالنا كيكون اقل. والفائده ديالها هي نزع المسامير. اذا كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم والحصه ديال اليوم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها واستفدتوا كما العاده واستمتعتوا. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجايه اللي فيها الصفحات النيت اللي تابعين هادو اللي غيكونوا ديال الدعم والتقويم. الى اللقاء.